بابا أعطيني السكر لو سمحت. تفضل حبيبي، إليك السكر. ربما يحتاج المزيد من السكر. إن طعمه مقرف. طعمه مالح جدا. لأني بدلت السكر بالملح. هذا أحلى مقلب في حياتي. طيب ضحكت علي، لكنه ليس مقلبا جيدا. تعلم. بابا أخبرني، هل يبدو الكاتشب غريبا عليك؟ دعني أرى، ولكن لا تنسى أن تريني المقلب بعد ذلك. لا يبدو غريبا بالنسبة إلى. ولكن لما فعلت بي هذا؟ الكاتشب يغطيني حتى قدمي. هذا هو المقلب. صح، يا له من مقلب مضحك. لا أبدا، يكون مضحكا عندما أفعله أنا بالآخرين. كيف تفعلان هذا بأبيكما يا مجرمين؟ عيب عليكما، أنتما قليلا الأدب. ماذا؟ لكنه من بدأ بالمقالب. تعرف أنه يحب المزاح، سوف تعتذران له قبل عودتي إلى البيت. هل سيسامحنا السيد بابا؟ أكيد، ربما نسي الموضوع أصلاً. مرحباً يا أولاد. أهلاً بابا. اشتريت لكما يا حلوين أحذية جديدة وجميلة. هذا مقلب قديمة. ماذا؟ مقلب؟ أبداً لن أفعلها بكما، ولكن لا. لا أفعلها أبداً أبداً. فهمت، أريد إعادة الحذائين رجاءً. لا يمكنني هذا سيدي، خصوصاً بعد أن ملأت الأحذية بالفاصوليا. مستحيل أن أفعل ذلك. أتمنى أن تلبسها وتقوم بجولة أمامي لتثبت عكس ذلك. طبعاً سترى بعينيك. أظن أنني تسرعت في إعادتها إليك، شكلها يبدو لطيفاً جداً على قدمي. ستتعلمون في نصف ساعة. نصف ساعة؟ يعني شطيرتين حلوى وعلبة آيس كريم، وسأحضر أيضاً بعض النقانق للاحتياط. نسيت تماماً، كان علي حساب الطعام لمشوار العودة إلى الصالون. أولاً، اذهب إلى سطح البيت الآن. ثانياً، اخلع ثيابك بسرعة. ثالثاً، قف مثل راكصة البال المصدومة واصفع نفسك على وجهك. غريب يصدق بسهولة. أنا أرقص بلي. خامساً، نعيماً، عملنا بك مقلباً. وسادساً، نظف المدخنة باستخدام رأسك. انظر، قضى الليلة كله يفكر بطريقة للانتقام منا. صح، إنه يبدو متعباً جداً. أريد أن أرى تعابير وجهي عندما يستيقظ.